عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم مسمنه على شكل محنشه. تنحتاجوا لهاد المسمنه. هنايا 400 غرام ديال الدقيق الابيض غربلته، وهنايا عندي كاس ديال الفينو، وعندي هنايا خميره ديال الحلويات، وعلقه ديال الزيت، وقليل من الملح، والماء باش نعجنوا العجين ديالنا. على بركه الله نبداو. تنضيف الدقيق الابيض، الفينو، مغربل كاس الفينو، نضيف معلقه ديال الزيت، نضيف الملح، نضيف خمارة ديال الحلوى، بسم الله نجنو العجين ديالنا. نخلط شويه بشويه، ندير الماء، نخلط ونرجع معكم. بعد ما جمعت العجين ديالي هاكي تيجي، دابا غادي نخليه ندهن شي شويه. نخليه هنايا على جنب نصايب الحشوه. بالنسبه للحشوه تنحتاجو 3 ديال الحبات من البطاطس، هادو سلقتهم وقشرتهم. تنحتاجو البهارات، شويه قليل من هذا الكمون، وشويه قليل من الفلفل الاسود، قليل من الملح، وقليل من البابريكا. هاد بالنسبه لهذا البطاطس. بالنسبه للحبه كبيره ديال البصل او جوج حبات، درت هنايا جوج حبات متوسطه مفرومه. عندي هنايا هذا الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر، هنايا القشده، هنايا الهريسه، هنا البهارات، قليل من هذا الزنجبيل، وشويه الملح، كركم، الفلفل الاسود، هنا جوج معالق كبار ديال الزيت، هنا الطون، علبة من الطون. على بركة الله نبداو. تناخد مقلاة ندير فيها الزيت، ندير فيها البصل، صافي ندير فيها فوق النار ونرجع معكم. خديت البطاطس نحاول نهرسها بالشوكة، سأرجع معكم. بعد ما هرست البطاطا ديالي وليت درت هي جوج حبات من البطاطس، وليت خليت هاد البطاطا لان جاتني الحشوة تكون كثيرة، درت هي جوج حبات. نضيف القشدة أو جوج، درت جوج، نخلط هاد البطاطس، نضيف الفلفل الاحمر والاخضر، نضيف الزيتون، هنا هي معلقه كبيره ديال الزيتون مقطع، نضيف الهريسه،
توابل بعد ما طاب ليا هذا البصله ديالي غادي نضيفها على خليط ديال البطاطا خلطت هادشي كله نضيف الثوم نضيفه لهنا الخليط حيد هاد الزيت غنضيف معلقة ديال المعدنوس صافي نخلط هاد الخليط ديالي طبعا نخليها على جنب ونشيل العجين ديالي العجين ديالي بعد ما ارتحت دابا غادي نحيد منه بعد ما شكلت العجين ديالي عباره عن كويرات درتهم جاوني 5 كرات دابا غادي نطلق العجين ديالي بسم الله بعدين ندير الزبدة كنطلقها بالزيت هذيك الفوق تندهنها هكا صافي تنحاول نقسمها على جوج صافي نقاد الحشوة ديالي نحاول نخلي شي شويه من هنا بعدين نحاول نجمعهم العجين ديالي تنبقى نلويه ونجمع هكا صافي هذا نحيدو فين حط القلب ديالي مول
نحاول نلصق هذا ندخله في الداخل ونجمعها. العجين نحيدو من هنا، صافي نجيب المول ديالي هي كي تجي. باقي لي خاصني شي شويه نكمل ورجع معكم بعد ما ساليتها. غادي ندهنها ب صفر البيض صافي. غادي ندخلها للفران على درجة حرارة 180 درجة، غندير لتحت عاد نشعل الفوق ونرجع معكم. السمنة ديالي بعد ما خرجتها من الفران هاكي تتجي رائعة. شي بقى ليا القطعة نزينها معكم، خلي نزينها بالجبن داك المعدنوس. بقى لي شويه الطون، خلي ندير شويه بعد ما قطعتها. هي كي تجي رائعة. نتمنى تعجبكم وتروقكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.